استفادة أستاذ الاستفادة. الاستفادة كاين نوعان اللي بعد التقاعد النسبي اللي هو 18 عام كتبدا بالنسبة لا بالنسبة باش يقدم ملف الطلب الاستفادة من المعاش. باش نزيد نوضح اكثر 30 سنه غيكون استوفى مده 30 سنه باش يستافد من التقاعد النسبي، ولكن باش يستافد من المعاش ما مصرتش بالسن توصل 60 سنه عادي عادي يقدم الطلب. من حال ديال التقاعد ديال التعب Thank you.